ضربات الترجيح كانت الفيصل بين اتحاد الجزائر ومولودية العلمة في فئة اقل من 18 سنة في مباراة تألق فيها حارس البابية فيلالي أسامة عندما صد 3 ضربات وكان رجل اللقاء بامتياز. الحمد لله نشكر ربي على الشيء هذا، واول مرة كاس هذا تجل العلمة تتوجنا به من 36 والحمد لله، ونشكر اصحابي وقفوا معايا ونشكر الانصار ونشكر كامل مولودية العلمة. المباراة عرفت سيطرة واضحة للاتحاد الذي بادر الى الهجوم وخلق العديد من الفرص، ابرزها تسديدة مليح التي تصدى لها الحارس العلمي، حالها حال محاولة العيب، والحارس فيلالي كان المنقذ دائما وحرم مرة اخرى الاتحاد من فتح باب التسجيل في هجوم اخر وجد فيه شيباني نفسه وجها لوجه مع الحارس، والدفاع ايضا كان في المكان المناسب. في المرحلة الثانية الأداء تواصل على النسق ذاته، وهجوم الاتحاد يهدر الكثير من الفرص، والبابية بأداء منسق وانتشار جيد ساير اللقاء إلى غاية الدقيقة الأخيرة لينهيه كما بدأ، وضربات الترجيح تهدي، أو بالأحرى الحارس فيلالي يهدي أول كأس في تاريخ البابية. مباراة كانت مباراة لبس بها، وعدنا شبان لبس بهم، ورحنا عندنا قاعدة في مدينة العلمة قاعدة لبس بها، بدليل الفئات أصغر من هذا أخذوا البطولة الجهوية، والأمل وصلوا لنصف النهائي، وهذا فرحونا اليوم، وإن شاء الله نزيدوا نفرحوا بهم أكثر في المستقبل.